بس زي ما انت قلت الشوط الاولاني فرق معايا معانا بدايه النادي الاهلي، لدرجه ان انت قلت في الشوط الاول ان الكابتن طلعت هيلعب بتحفظ شويه، ولكن فوجئنا بعد ربع ساعه هو دخل الجيم. لان المدير الفني ايمن بيعمل تصور في الاول وبيشوف شوفك انت اخبارك ايه في الملعب النهارده، انت ردة فعلك ايه. هو النهارده عامل تصور كويس قوي ولعب عمر الميداني، وزي ما قلنا بيلعب اوقات بيلعبوا بسيرتباك ثالث في الهجمات اللي عليه، وبكون الكره معاه بيبقى هو دايما فري في نص الملعب وبيلعب كوره. هو عنده نادي الاتحاد على فكره من انديه الدوري اللي عندها لعيبه كوره، مش ناس بتدافع بس، لا لما بتمسك الكوره وبيبقى عندها المساحه بتعرف تلعب الكوره. عشان كده بعد الطرد انت بتقول الاستحواذ للاتحاد طبيعي جدا يا ايمن، لانه عنده لعيبه كوره كويسه. لكن دخولك في المباراه دايما يا ايمن، يعني دايما حتى احنا من زمان وحتى ما بين المدربين ولحد الفتره الوقت ده دايما بيقول لك خش في المباراه قوي جدا في كل الاوقات، حتى لو بتدافع دافع جامد قوي، هات الكوره انت، لو انت بتهاجم حاول تبقى انت الفريق المنافس يحس بخطوره. انت ما عندكش دي، ما عندكش دي بقالك فتره على فكره. انت كل مبارياتك بتضيع مثلا ما بين 30 35 دقيقه، مش انت، مش ضغطك انت اللي انت بتدور على هدف والتاني وتحسم الامور من بدري. لكن النهارده الامور مختلفه، مختلفه في بدايتك، مختلفه في تشكيلك الهجومي، مختلفه في طريقه لعبك كابتن طلعت اللي هو قافل كل مفاتيحك كويس قوي، الى جانب ان انت برضو خد بالك انت متاثر بدنيا يا ايمن. كل 3 ايام مباراه دي برضو حاجه مش سهله. لكن الناس النهارده كلها كانت نفسها تحسم النهارده على اساس ما اخشش في مباراه يوم السبت وابدا افكر، وبرضه مفيش شد على فكره. يعني انا عارف ان مفيش، يعني ولا لعيبه النادي الاهلي مشدوده ولا الجهاز ولا الجماهير، هي مساله. انا كنت هسال في الموضوع ده، اتفضل. هل يعني ان كله مستني حسم اللقب النهارده عمل نوع من الضغط شويه على اللعيبه؟ خالص بالعكس، مفيش ده. اصل عارف يا ايمن ضغط امتى؟ لو تبقى مثلا خلاص دي اخر مباراه او ناقص مباراتين واللي وراك عدد النقاط قريب، عدد النقاط قريب ايه؟ الموضوع منتهي تماما تماما. لكن انا بقول لك دي انا مستبعدها شويه، لكن هي دايما الدخول في مباراه مهم قوي. دخولك انت يا ايمن، يعني كابتن طلعت 1000000% اتفرج عليك في كل المباريات. كابتن طلعت 1000000% كان النهارده عايز يعدي اول ربع ساعه ما فيش اهداف، لو حتى يلعب بتحفظ، لكن انت ساعدته لان انت ضغطك الهجومي ما كانش هو. يعني ايمن لو عملت احصائيه، انا هتكلم على الشوط الاول بس، هات الشوط الاول احنا كم كره خطر ضيعناها؟ مفيش. كم كره عرضيه؟ كورتين. هاني شايل لك جول. يعني الخطوره عليك برضو خد بالك، الخطوره عليك بتبقى قويه جدا. يعني لولا هاني النهارده هدف، لولا تالق الشناوي اللي هو عدته الحمد لله ضربه جزاء وانفراد برضو. فدي الحاجات دي كلها لازم مش تقلقك يا ايمن، لازم تبقى تعمل لها حساب. لان الكور دي مثلا لو جت مع مهاجم الانفراد ده كان ممكن يحطها جول. احمد رفعت وهو بيحط الكوره ورجع كل المسافه دي، مش احمد رفعت اللي شاط ضربتين الجزاء من 3 ايام، شاط ضربتين جزاء، واحده في نص في نص المرمى بالظبط، واحده في الزاويه الشمال. مسك الكوره النهارده، رجوع الكبير ده هو قلقان والله. انا بتفرج على ضربه الجزاء وعارف ان هي مش هتدخل، لان رجوع الكبير قوي ده قلق من احمد رفعت. يوسف قال لي كده برضه، انا مش قاعد معاكم على فكره. والله قال لي هتضيع، بتبان يا ايمن. أي. راجع ورا قوي قلق. وطبعا الشناوي اتحرك كويس قوي وتوقعها كويس قوي تمام. لكن تخيل، انا دايما بفترض الأسوأ عشان تعالج. الأسوأ ايه؟ ان مثلا ضربه الجزاء دي دخلت والشناوي مش بيسالوا عليها ضربه جزاء. الانفراد ده مثلا جه مع لعيب كره هداف زي خالد قمر وجات جول. الحاجات دي لازم تخاف منها. هو ده السلبيات والحاجات اللي تقلقك دي هي اللي بتخليك كويس، هي بتخليك بتوصلك لحته ان انت لا انا ما عنديش غير مشاكل قليله قوي. يعني انت كل الدوري ده لا يعنيك بشيء. كويس ان المباراه اتاجلت بتاعت افريقيا، عندك برضه وقت كويس تقدر تلم فرقتك البدنيه اللي عايز بدنيه كويس، اللي عنده مشاكل يقدر تعملها. لكن في الاخر النهارده مباراه غريبه، الطرد اكيد ساعد نادي الاتحاد انه يخرج بالنتيجه دي. طبعا الامور التحكيميه معانا كابتن ناصر في نهايه اللقاء، لكن عايز اقول ان مفيش مشكله، مفيش ضغط. المباراه القادمه ان شاء الله الدوري هيحسموا الدوري ان شاء الله. وكويس عارف النهارده ايه ان حصل كده النهارده، يديك حته ايه ان انت كنت لازم تحسم، لازم احسم النهارده دي. لا تديك دافع مش قلق. كويس المباراه القادمه ان شاء الله لازم احسم بدري، ولازم يبقى الشكل حلو. ان هو الناس كلها متاكده الوقت، لعيبه النادي الاهلي وجماهير وجهازه
ان اكيد الجماهير متضايقه. طبعا مش متضايقه من حاجه، مش قلقانه، بس كان عندها امل انك تخلص النهارده. تخلص النهارده والشكل، لا انت كنت عايز تخلص وشكل حلو. زي ما كان يوسف بيقول لك دايما نتيجه واداء. فهو ده اللي كان موجود النهارده، لكن النهارده لعيبه النادي الاهلي النهارده الظروف ما ساعدتش اكيد.